بري قلما يكاد ينطق تجريدا لبريه. كام حاجة؟ صفحة 82. 82. أنا خلاص فتحت الكتاب فمعايا 82. بس شاطرة يا خديجة، برافو عليكي يا. طيب 82، السؤال رقم كام؟ خمس. أي صفحة 82، السؤال رقم 5. بكفء ذاك السجايا إن برى قلما يكاد ينطق تجيدا لباريها. برى قلما يكاد ينطق تجيدا لباريها. بكفء ذاك السجايا، السجايا يعني الطباع، ملهاش معنى تاني. الباري، هي أنا شاكة في الباري بس نتأكد. يكاد ينطق، هي الباري. الباري هنا فيها معنى قريب، اللي هو باري القلم، اللي هو باري القلم اللي أنا أجعله حاد للكتابة. تمام، معايا حبيبتي؟ معاك يا مس. تمام. وباري، والباري اللي هو الخالق، بس هي المفروض يبقى فيها همزة، فهنا في، أنا مش متأكدة منها، أنا زماني متأكد منها. فهنا الباري ليها معنيين، اللي هو بيجعل القلم حادا، أو الباري اللي هي الخالق، وده المعنى المقصود. تمام يا مس. ايه تاني؟ هو يمس بقية الأمثلة بقى مش فاهمة اللي هي في نفس الصفحة دي. طب يلا يا شباب ركزوا معايا، هنعمل ايه؟ عايزين ايه؟ بنشغل دماغنا في التوريد. يلا اسقني واشرب على اطلالها واروى عني، طالما الدمع روى. روى هنا يعني سقى، تمام، او روى بمعنى شرب. لا اسفه، روى يعني نقل الحديث، يعني يقول لك روايه فلان عن فلان، نقل الحديث. ما دام الدمع روى يعني اسقى، ده المعنى المقصود. وهنا مطالب دايما الدمع روى، روى يعني نقل الحديث. ده تمام، حد مش فاهمه يا شباب؟ لا يا لا مس. بس تمام. تمام. فرب صير بقية قلبي حديدا فإن فؤادي ذهب. طب ما دي سهلة، ذهب اللي هو معدن، معدن الذهب، وذهب يعني مضى. تمام، ها 6 و7 في مشكلة؟ لا يا مس، ناقص اه بس 9 و10 تمام. بقى. من عينيا خالص. لا 8، في 8 تمام. لا 8 تمام. طيب اللي هي ايه؟ كانت ايه؟ قوليها لي انت. طيب خلاص، اللي هي كانت جاري اللي هي معناها الجار اللي هي المعنى القريب، أما البعيد اللي هي سال. تمام بالظبط كده. فأصبحت في النقص مثل الذي ولا صلة لي. صلة، صلة هنا يقصد بيها وصل، أو صلة يقصد بيها اسم موصول، وده المعنى القريب غير المقصود عشان الذي أهي. تمام، تمام يونس. تمام. نيجي بعد كده، وقيل هل أبصرت منه يدا تشكرها، قلت ولا راحة. راحة أنا يقصد بيها الراحة، اللي هي إن راحة بعد العناء، بعد التعب أو بعد المشقة، والراحة راحة اليد اللي هي كف اليد. تمام يونس، شكرا. طب مين تاني عنده أسئلة يا شباب؟ نكمل. احنا قلنا واقفين عند المحسنات الايه؟ اللفظية، صح كده؟ ما خدناش. خدنا المعنوية وخلصناها. طيب اللفظية، بص يا شباب، انا ثانية في حاجة. بص يا ستي، انا قلت لك بارية، بارية اقصد فيها اللي هي الخالق، وليها معنيين، وقلت لك ان الخالق البارئ بيبقى فيها همزة. هنا بارية يقصد حيوانات برية، حيوانات لا يعني هنا بيتكلم عن القلم، اوقات بيبقى ايه، او الانسان اللي بيكتب بيبقى حر في كتابته كانه حيوان بري يعني. فهمتي المعنى البعيد هنا؟ تمام يا مس. تمام. طيب
نيجي نرجع تاني للمحسنات، ركزوا معايا يا شباب. المحسنات اللفظية هو أي محسن يعطي جرس موسيقي. انتوا متأكدين ما خدناش؟ متأكدين؟ يلا دينا بالراجع، دينا بالراجع. طيب المحسنات اللفظية عندي أول حاجة محسن للشعر والنثر، اللي دج ناس، دج ناس خدناه صح؟ ايوه يا مس، تمام. نيجي بقى عندي محسنات هما شبه بعضهم بس اسمهم بيختلف من الشعر للنثر. ركزوا معايا، ركز معايا يا شباب. هنا كده هم 4 محسنات او يعتبروا محسنين بس اسمهم بيختلف. لو انا اخر حرف زي بعضه في الشعر يجي في البيت الاول بس، اخر حرف في الشطر الاول. بص احمد شوقي قال ايه؟ اختلاف النهى والليل ينسي، اخرها سين مكسوره او سين وياء. اذكرى، الشطر الثاني، اذكرى اذكرى لي الصبا وايام انسي، اخرها سين وياء. تمام. يبقى اتفاق اخر حروف في الشطر الاول والشطر الثاني من البيت الاول فقط، اسمه في الشعر تصريح. صعب ولا سهلة؟ صح. تمام. ايه؟ بقول تمام. تمام. التصريح، ركز معايا بقى في الحتة دي. التصريح من المحسنات البدعية المرتبطة بالقديم. فأنت لما تيجي تدرس، أنت عندكم المطران السنة دي على ما أعتقد، لما تيجي تدرس الجديد ويقول لك استخرج مظاهر القديم، التصريح تقدر تعتبرها من المظاهر القديم. طب انا دلوقتي في العصر بندرس الجاهلي، انا دلوقتي بناخد الادب الجاهلي، لا ما هو مش مظهر قديم بالنسبه لهم، هو بالنسبه لهم جديده، صح ولا لا؟ معايا؟ معاك يا مصطفى. وهي من المحسنات اللي حرص عليها القدامى. فبقى الحديث لا ما مش ملتزمين بيها، بس معظم الكتاب اللي يعني انا عندي نوعيه من الكتاب بتمشي على نهج القدامى زي الكلاسيكيين، بقوا يلتزموا بيها. تشبهها في النثر السجع، اتفاق فواصل الجمل. يبقى معناها الاثنين دول اسمهم ايه؟ اتفاق فواصل، يا اما الجمل في النثر يا اما شطري البيت الاول في الايه؟ في الشعر. تمام؟ زي ايه؟ إنه من مات فات. إنه، لا نبدأ من أولها عشان الجملة الأولها كمان فيها كمان. إنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. بصوا اخر حرف الجمله الاولى اهو، الف وتاء، الف وتاء، الف وتاء. تمام يا شباب؟ هنا ينسي وانسي. ها صعب ولا سهل؟ لا سهلة. أهلا. نيجي بقى للازدواج. جمل قد بعضيها بتقطعها تقطيع موسيقي زي في الشعر ايه؟ لا هو اسمها في النثر هيبقى حاجه وفي الشعر حاجه، هو اسم ايه؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ جمل قد بعضيها. تمام؟ في الشعر اسمه حسن تقسيم. طب زي ايه؟ مطران قال ايه؟ متفرد بكآبتي اكتر شيء بيت كئيب في الوجود. متفرد بكآبتي، متفرد، لا لا اولها معلش سوري، متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي. اول حاجه متفرد بصبابتي، متفرد بكآبتي، متفرد بعنائي. تمام؟ حص تقسيم. هو في النثر يبقى اسمه ازدواج. ازاي؟ نفس الجملتين فوق، من عاش مات ومن مات فات. تمام؟ جملتين قد بعض، وهنا جملة ثلاث جمل قد بعض. يبقى جمل متساوية.
بس خلي بالك المحسن اللفظي، اي محسن لفظي انا بقدره بعيني ولا بودني؟ ها، بودني. ودني. الله ينور عليك، طب ودني. مس، هو ممكن يجيب لي في الاختيارات حسن تقسيم وازدواج؟ طبعا طب وهفرق بينهم ازاي؟ هو اللي قدامك شعر ولا نثر؟ اه تمام افتكر. اه تمام. انت النهارده مش هاخد حاجه جديده عشان انت حلو، هنحل التدريبات. حد عنده اي سؤال؟ والتدريبات بقى تبين مين ذاكر ومين ما ذاكرش بقى، ونشوف الاخبار. طيب ناخد تدريب قراءه وتدريب بلاغ، فنبقى ايه، مسكنا العصايه من النص. تمام. طيب التدريبات الشامله، يلا يا شباب، انا عايزه اخد الغياب بتاع، لا ده الاجازه الاثنين، انا ما خدتش غياب على فكره. لحظه ناخد الغياب، انا معايا خديجه ويسر وعبد الرحمن ومحمود. اهلا يا شباب، اهلا اهلا. يلا يا ديجا، تمام يا مس. هنا اول حاجه طبعا ما نوقعش العنوان، لان اوقات بيقول لي في العنوان معلومه، هنا ما قالش حاجه، قال الشاعر الاموي العرجي. هنا عرفت ان احنا بنشتغل في عصر اموي. يلا ابدأي. أقرأ يا مس. بعدين حوراء لو مس، معلش هي صفحة كام عشان أنا مش شايف كويس. افتحوا صفحة 95 حوالي. طب اقرا لغاية ما تفتحي كتابك، تمام يا مس. بس اول ما تفتحي كتابك كملي انت. حوراء لو نظرت يوما إلى حجر لأثرت سقما في لأثارت سقما في ذلك الحجر، يزداد توريد خديها إذا لوحظت كما يزيد نبات الأرض بالمطر، فالورد وجنتها والخمر ريقتها والضوء بهجتها أضوى من القمر، كادت تزف عليها طيور من طرب لما تغنت بتغريد على وتر. يلا ابدأي باخدي أول سؤال. تمام. نوع التشبيه في البيت الثاني. دي ايه؟ اقري كده البيت التاني. يزداد توريد خديها إذا لوحظت كما يزيد نبات الأرض بالمطر. جميل. طيب ماشي، ابدأي هو أنا هستبعد البليغ عشان فيه هنا أداة تشبيه؟ شاطر، برافو عليكي، بتفكري حلو. هو هنا صور حالة بحالة، يعني ما صورش مثلا كلمة بكلمة، فهنا تبقى حالة تمثيل. حالة، ممتازة 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 ما شاء الله. هنا بص، ركزوا معايا، راجعوا معايا زميلتي. أول حاجة أنا هقول كل اللي قالته بالظبط، أنا مش هزود عليه حاجة. قالت لي أنا هستبعد البليغ. ليه؟ لأن البليغ ما ينفعش يبقى فيه أداة، فأنا هستبعده. بس أنا بصيت عليه لقيته إن هو مش بيشبه مثلا الجندي بالأسد، مش شيء بشيء، لا ده صور لي قصة بقصة، حالة بحالة. فأنا دلوقتي يا تمثيل يا ضمني، وهو مش حاطط لي ضمني في الاختيارات. طب يبقى تمثيلي. طب ليه تمثيلي؟ عشان احنا اتفقنا ان ما دام في اداه يبقى تمثيل. طب ما فيش اداه، الاحتمال الاكبر انه هيبقى ضمني. رجعنا يا شباب، لو انا عديت سؤال انت مش فاهمه اسالني. طيب انا شباب بصوا، انا مش هقدر اسالكم كلكم شويه، فانتوا خلاص اللي عنده سؤال هيسالني. اتفقنا؟ يلا يا دي، يلا يا يوسف، يلا يا حبيبتي. مصدر الموسيقى في البيت الثالث. ده لسه طازة، لسه طازة. تمام. فالورد وجنتها والخمر ريقتها وضوء بهجتها. حسن تقسيم. حسن تقسيم، وانت بتقراه تحس ان البيت كده بيندمج بسلاسه، بيتقري بسلاسه كده، في نغمه واضحه، تحس البيت بيزغرط كده. طيب يلا يا دكتور عبد الرحمن. عبد الرحمن، أين عبد الرحمن؟ هو خرج ولا إيه؟ تمام يا مس، معاك معاك اهو. سلم نفسك، يلا. سؤال 2 و3. أنت إيه رأيك؟ أنت مش مركز معانا ولا إيه يا عبد الرحمن؟ ايه؟ تلاتة يا باشمهندس، إحنا في سؤال تلاتة يا باشمهندس.
تمام. في السطر الأول من البيت الأول، إيجاز بحذف. السطر الأول من البيت الأول، حمراء لو نظرت يوما إلى في إيجاز قبل بشري. إنك إيجاز قليل، هنا الإيجاز ده عايز تفكير شوية، حاول وأنا هساعدك. قول لي شاكك في إيه؟ هو بيقول لي الشطر الأول، الشطر اللي هو نص البيت، نص البيت الأولاني. حوراء لنظرت يوما إلى حدا. إيه هنا اللي ممكن يكون محذوف؟ هي لو نظرت إلى حجر مفيش نتيجة هنا، يبقى في لا لا، جواب ما احنا الشرط. كده في الشطر، ما انا ما اقدرش اقول عليها محذوفه لانها موجوده. لاثارت سقما في ذلك الحجر، لاثرت اثري So لا يا موجود، هو هو موجود متاخر. في الشطر الثاني. ماشي، مش مشكله، بس موجود مش محذوف بالحذف، يعني مش موجوده نهائي. هل هي مش موجوده نهائي فعلا؟ طيب هسألك سؤال، اعرف كلمة حوراء هتوصل إن شاء الله. حوراء هنا هتعرفها إيه؟ مبتدأ مرفوع عن رفع الضم. طب لو هي مبتدأ، هو فين خبر؟ ولا الأدق لو أنا بوصف حاجة أقول إيه؟ محبوبتي حوراء، أو هي حوراء، صح ولا لأ؟ يبقى هنا إيجاز بإيه؟ سهلة، إديني ساعدتك. سهلة بقى كده خلاص، حذف المبتدأ، الله ينور عليك. طب حذف المبتدأ بيكون غرضه إيه؟ حاجة من الاتنين يا شباب، يا اما الاهتمام بالخبر، انا مهتمه قوي بالخبر فعايزه ايه اديهولك في الاول، فاوقات اروح مؤخرا مبتدا او احذفه، او للفجائيه فجاه الحق ده هي حوراء بسرعه، زي ايه احمد شوقي لما بيوصف قلبه بيقول ايه، ما قالش قلبي راهب، قال راهب في الضلوع. حذف المبتدا ليه؟ للاهتمام بالخبر، او عشان يشعرنا بفجائيه الخبر. تمام، شكرا عبد الرحمن. يلا بعد كده يا باشمهندس محمود، يلا حبيبي. نعم. يلا حبيبي، السؤال اللي وراه. في الشطر الأول من البيت الثاني، اطناب بي، الشطر الاول من البيت الثاني، يزداد توريد خديها اذا لوحظت كما. تمام، هو سهل بس عايز تركيز، يعني حبه تركيز صغير ان شاء الله تجيبه، حاول كده وانا هساعدك. هو هنا اشرح البيت كده بيقول لي ايه؟ إزاي تعيد خديها إذا لاحظت كما يزيد نبات الأرض بمصر. ايه اللي فهمت؟ قول لي انت اللي فهمت، ان هي ايه اللي بيحصل لها، لو ايه اللي بيحصل لها، شبه خدايها بايه؟ هو وصف خديها صح؟ أيوه. وصفهم بيه، بأن هو بيحصل له إيه؟ بالنبات بيزداد النبات في الأرض. هو بيزداد تورد، يعني هو الشاب يحمر زي ما المطرة بتزهر الزرع صح؟ أيوه. يعني هو قال لي خدها بيزداد توردا دايما ولا في وقت معين؟ فؤاد معين اللي هو إيه؟ المطر مش سامعة، معلش. المطر لا المطر، بتكلم عن خد البنت بيزداد توردا امتى؟
يعني طول الوقت وشها كل شويه بيزداد توردا، يزداد توردا، يزداد توردا، يفضل يزداد 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 توردا لغايه ما تفرقع من التورد، ولا في وقت معين لا فور ماي اللي هو اذا لوحظت؟ يعني ايه لو ايوه حد ركز يفصلها، يعني لو حد ركز معاها بتتكسف فيوشها بيحمر. هل اذا لوحظت؟ تعالى نمسك الخيال، يزداد خدوها توردا كما يزداد، صح؟ اذا لوحظت دي من السياق الاساسي ولا قطعت السياق الاساسي؟ ايه مش تاني من السياق الاساسي للجمله ولا قطعت السياق الاساسي؟ قطع السيف تمام. طب فكرك بايه خدناه قبل كده في النصوص كتير؟ أطلع ما سمعتش، معلش. أطلع اعتراض. تمام، يبقى الاعتراض انا بقطع السياق الاساسي. هنا بقى اعترضنا ايه؟ عشان يوضح ان هي إيه، في حاله معينه، في وقت معين، وده هناخده بالتفصيل باذن الله لما ياخد الاطناب، بس هو بيسال في الحاجات دي حتى لو ما خدناش. تمام، يلا بعد كده نبدا من الاول. يلا خديجه، حتى انا نسيت عشان يبقى مكتوب غياب يا شباب، حد ما جاوبش يبقى كده متاخد غياب. يلا خديجه. في الشطر الأول من البيت الثاني إيجاز بحسب، اللي هو كما يزيد نبات الأرض بالمطر يزيد، هو جاب الفاعل اللي هو يزيد نبات الأرض بس ما جابلوش مفعول، يعني ما قالش بيزيد إيه، ده يبقى يزداد ملك، يزيدك العلم نورا. نورا دي مش مفعول بيه، دي تمييز مهم عارفه. يزيدك العلم نورا، نورا دي مش مفعول بيه. فعل يزيد ملوش مفعول بيه يا شباب، يزيد فعل لازم مش متعدي. الشطر الثاني لا، بصي بصي، الشطر الاول انا مركزه في الشطر الثاني. انا ما خدتش بالي اصلا. انا مركزه عماله ابص في الشطر الثاني، مفيش. سهلة أوي على فكرة، سهلة جدا، وأنا قلت عليها، قلتها وإحنا بناخد النصوص. على فكرة إجابات فيها حاجات غلط كتير كتير جدا، محدش علمنا على هو الإجابات بس النهائي. مش طويلة خديها، ده اللي هو الفاعل وهو أصلا مش بيحتاج مفعول. تمام، طيب هو ما بس يعني اول ما في بقى الشطر اول ما تكملين. إذا لاحظت يعني فين الفعل؟ دي ده فعل ماضي مضموم الاول ومكسور ما قبل الاخر. ها الفاعل بالظبط، ومكتوبه في الاجابات غلط، فلو انا براجع الاجابات لا هي غلط. يعني هنا الجزء بحسب الفعل عشان ده فعل مبني مجهول. تمام معايا يا شباب؟ حد مش فاهمه؟ تاني، لو لقيت فعل مبني مجهول خلاص انتهى. انت اصلا لما يقول لك ايجاز اول حاجه دور عليها فعل مبني مجهول اول حاجه. تمام ماشي يا يعني شباب، هي بس هتكون ايه؟ ايجاز بحذف الفاعل. تمام تمام، مين مش فاهمه؟ ما انا عندي فعل بقول الفعل مبني المعلوم، الجمله العاديه، لا حوا احمد مثلا القمر. قبل ما اقول هقول ايه؟ لوحظ يا بلوه، لوحظ القمر، ففين الفاعل؟ حذف. اعرفه ازاي؟ الاقي الفعل مضموم الاول ومكسور ما قبل الاخر، فعل ماضي، يعني الاقي الماضي زي دوري بقى، أو يكون ماضي 3 حروف تاني حرف فيهم ياء زي قيلة، أو ماضي 4 حروف زي شوهد تاني حرف واو، ده كده مبني مجهول، لازم يكون الفعل محذوف. والمضارع يصام، ألاقي مضموم الأول ومفتوح ما قبل الآخر. تمام كده، ده أشكال المبني المجهول. لو شفت فعل بالشكل ده يبقى أكيد لازم يكون فيه إيه؟ حاجة محذوفة. تمام؟ تمام يا يوسف. تمام. يلا بعد خديجة يسر. في البيت الأول اطناب ب
هو التكرار ده لو في كلمتين زي بعض صح؟ او جملة او كلمة او حرف، اي تكرار. يبقى تكرار. تكرار ايه؟ هوراء لو الحجر والحجر. اوكي انا مش فاهم. ذلك الحجر بالظبط كده. شكرا يا يسر. يلا يا محمود اقرا اقرا العنوان وابدأ بالابيات. لا مش محمود، ده عبد الرحمن. دور عبد الرحمن الأول. رامز. يلا عبد الرحمن. عز الورود وطال فيك. العنوان مهم جدا جدا. قال يحيى توفيق حسن في مدح الرسول صلى الله عليه ده وسلم. كده بيتكلم عن ايه؟ مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ها عز الورود لا وطال لا، فيك. عز الورود، الوصول لمورد الميه والشرب. الورود، ما هي جمع ورده مش ورود، او الورود ليها اكتر من معنى. الورود يعني الرجوع لشرب منبع الميه والشرب منه، او الرجوع عموما تيجي بمعنى الرجوع. تمام. وطالها وطال فيك عوام. الاوام، كتبها تحت اللي هو العطش. وأرقت وحدي وأنام نيام. والأنام نيام، الأنام إن هم الخلق. ورد الجميع ومن ورد سنة الجميع يعني شرب الجميع، ومن سناك يعني ضوءك. هنا بيتكلم عن النبي صلى الله عليه تزودوا. وسلم تزودوا. ها، وطردت وطردت طردت واحترقت. من نبع السنة النبع السني يعني السنة هو الضوء. وأقاموا. وأقاموا، أنا اضطربت هم قعدوا. فصدوك وامتدحوا ودوني ودوني يعني قفل عليا الباب أنا بقى. ها، أبواب مديحك فالحروف عقام. ماذا أقول وألف وألف لا، ألف ماذا وألف أقول وألف ألف قصيدة. وألف ألف قصيدة عصماء قبلي سطرت أقلام. سطرت الأقلام يعني كتب ده الأقلام. تمام. محسن البديع باشمهندس في البيت الأول. أنا آخر حرف نفس آخر حرف يبقى تصريح. بس هو جايبه في الاختيارات. عز الورود وطال فيك اوامه. وتصريع، بس هو فيه كمان طباق. مش جاي في الاختيارات طباق، صح؟ ازاي تمام. طبعا يبقى طب، وفي محسن تاني على فكره، في هنا طباق بين ايه وايه تعرف؟ يبقى هو تصريع صح. الأنام ونيام. ده طباق ولا ايه؟ محسن ده صح، هو محسن بس مش طباق. ايه ده؟ ده جناس نقص جناس ولا نقص. تاني؟ وعندي طباق بين ايه بقى؟ نيام وأرقت، يعني انا سهران وهم ناموا. وعندي الورود يعني الشرب، والاوام يعني العطش. طباق. تمام كده. تمام. يلا يا باشمهندس محمود، استنى نقلب الصفحه عشان نشوف السؤال الثاني. الاقلام، انا ده احنا لسه قايلينه قريب. تعرف يا محمود ايه المجاز في كلمه اقلام؟ ألي آلية، صح كده. احنا قلنا اللسان والقلم علاقة آلية، عن البلاغة والفصاحة. حلو يا محمود، برافو. يلا يا بعد محمود، يلا من أول خديجة. التعبير الذي يمثل استعارة. أنا مش محتاجة الأبيات، احنا ممكن نبص على الجمل. هو يعني ايه سناك يا مس؟ الضوء، السنة يعني الضوء. تبقى من سناك تزوده، عشان هو بيقول يعني ان احنا نتزوده بالضوء، يعني صح، صور الضوء بشيء يستزاد منه. تمام.
طعام او ما يستفاد منه للرحله. تمام، وهنا استعاره مكنيه. طب سر الجمال ايه تعرفي؟ هو صور الضوء بشيء توضيح. هنا بقى في مشكله، ايه هي؟ ان احنا متفقين ان الاشياء الماديه لو انا شبهتها بشيء مادي تاني تبقى توضيح، صح؟ بس في الاشعار بيعتبر الصوت والضوء والريحه معنوي، مش قاعدة بس الأغلب هتلاقوا كده. تمام، مش قاعدة بس الأغلب هتلاقوا. طيب يلا يا بس، برافو خديجة، حلو. يلا يا يسر، برافو يا شباب، حلوين النهاردة ما شاء الله عليكم. يلا يا يسر، في قوله امتدحوا في البيت الثالث، إيجاز بحث. تعالي نشوف البيت التالت. احنا كده محتاجين قصدوك وامتدحوا ودوني أغلقت، يبقى كلمة امتدحوا بس، ايه اللي اتحذف؟ الفاعل ما امتدح واو الجماعة دي فاعل، صح؟ لا هو صح. ولازم يا شباب، ما اقدرش اقول الفعل محذوف الا اذا كان مبني مجهول، لانه اوقات بيبقى مستتر والاستتاره مش حذف، فاهمين؟ تاني، الفاعل ما ينفعش يبقى محذوف الا اذا كان فعل مبني مجهول، ملهاش حل تاني. خلاص كده، يبقى هي مش الفاعل، فكر في حاجه تانيه. ومش الجار والمجرور برضو. جار ومجرور، شطر. يبقى احنا استبعدنا الفاعل واستبعدنا الجار والمجرور. تمام، مضاف إليه ايه المضاف اليه؟ فين المضاف؟ يعني ايه انت اقول ان المضاف اليه محذوف؟ لو المضاف موجود، في مضاف موجود ملوش مضاف اليه؟ لا مش فاهم مش فاهم. ما هو انت بناء على ايه قلتي ان المضاف اليه محذوف؟ أصل المفعول به فين؟ المفعول به اللي هيبقى محذوف برضه. ما هو المفعول به، صح؟ امتدحوا ايه؟ ينفع اقول لك مدح احمد وما قلتليش مدح ايه؟ ما هو فعل متعدي عايز له مفعول به، فهمتي؟ تمام. طيب يلا يا بعد كده، بعد يوسف عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن، تمام يا مس. ايه ده؟ ايه ظهر خمسة صح. نوع الصورة البيانية وقيمتها في قوله طال فيك أوام في البيت الأول. طالع فيك يا تمام، طال فيك أوام. ألو سامعنا؟ بس أنا سمعت، مستنيك حبيبي. معلش اتفصل واشتغل تاني. لا لا لا، أنا معاك، وصلت لإيه؟ قولي قولي، فكرت بيه وأنا مصعب. هنا طال فيك أوام. الأول إحنا قلنا معناها إيه؟ أوام اللي هو العطش. العطش هو فعلا صور العطش بشيء مادي لا لا يطول. لا لا لا، هنا يوصف طار شعوره بالعطش. لا مش دي هي العطش، هي فكرة العطش هي اللي فيها الخيال، بس هو عطشان فعلا؟ يعني هل هو فعلا عطشان؟
هو ما كانش عطشان؟ هو عطشان بجد؟ يعني عطشان لا يشرب ميه؟ ولا العطش، العطش ده رمز الحاجة؟ يعني هو عطشان ان هو يقول على الرسول شعر يعني. يعني هنا العطش مش عطش حقيقي، صح؟ طيب أيوة. تمام، أمال صور إيه بإيه بقى؟ صور الشوق بإيه؟ صور الشوق بإيه؟ الشوق بشيء يشرب. لا بالعطش، ليه جبت شيء؟ ما هو صور الشوق بالعطش. تمام. يبقى نوع الصورة كده ايه؟ قول لي انت بقى. أنا تصريحية تصريحية بس انهي واحدة؟ التوحيد هذا الشوق الحليم يبقى باء باء. تمام صح، من الشوق الحليم. تمام، حلو جدا. طيب يلا بعد كده، بعد كده محمود، عايزين الإيجاز في الشطر الثاني من البيت الثاني. إيجاز في وطوري بتاع النبع السنة وأعقابه، سهل أوي يا محمود. يلا أصدقاء ممكن أمس؟ ايه بابا؟ أصدقاء ممكن أمس؟ السؤال، الإيجاز في الشطر الثاني من البيت الثاني، استنتج نوع الإيجاز من الشطر الثاني في البيت الثاني اللي هو ايه؟ وطردت عن نبع السنة وعقاب. احنا قلنا اول ما يقول لي اجازة اول حاجة بص عليها ايه يا محمود؟ ايش لو قال لي دور على اجازة، فاكر قلت لك اول حاجة نبص عليها هي ايه؟ مش خمس فعلا ما في مجهود، في فعلا ما في مجهود. ركز معايا، مو الحاجة بتتكرر يا بابا. ايوه ايه بقى فين؟ فين فعل مبني مجهول؟ ها؟ فين الأفعال اللي موجودة في الشطر؟ هو مفيش غير فعل واحد، هو إيه؟ دي مش سامعاك خالص، وضح كلامك. أغلق الشطر التاني من البيت التاني. تزودوا معاك تزودوا ايه؟ الشطر الثاني من البيت الثاني. قوم طيب هو مفيش فعل تاني غير اقام، بس اقام مش مبني مجهول صح؟ ما لسه قايلين شكل مبني مجهول.
هل أقام مبنية مجهول؟ يعني مثلا أقام دي ماضي مضموم الأول ومكسور ما قبل الآخر؟ لا، يبقى مش هي. شوف غير طارت. طرت، الطاء مضمومة والراء مكسورة. طيب يبقى ما دامش لقيت فعل مبني مجهول يبقى إجازة حذفية. إيه اللي محذوف هنا؟ ده فعل. جاز بحس في بتاعي. تمام. بعد محمود خديجة قالت قبل كده، فيلا نعكس بقى. يلا يا يسرى، العنوان أهم حاجة. قال عليه الجار لما اتحنن الملك فؤاد، عاش في حمى الرحمن جل جلاله، ترعاك عين لا تنام وتفي. واسلم لمصر فأنت فؤاد، إيه؟ فأنت أنت فؤادها وحياتها ولبابها شبابها. المتخير إن الصعيد لمزردة بأميرة، مزدهن بأميره. مش مزدهن بأميره، جزلان، جزل عدد غزلان. جزلان يصدح بالسناء ويهجر، لو تستطع الباسقات بأرضه سعيا، الباسقة أسفل النخيل. الباسقات بأرضه سعيا لجاءت نحو بابك تشكر. لو تستطيع الباسقات بأرضه سعيا، لو تقدر النخلة تمشي لجاءت نحو بابك تشكر. يلا عايزين اطناق في البيت التاني. سهل قوي ده. تاني سهل جدا. التكرار. يلا خديجة، السؤال اللي وراه. في الشطر التاني من البيت الرابع إجاز بحذف. البيت الشق الرابع، التاني البيت الرابع، سعي البيت اللي جاءت نحو بابك تشكر. الشق التاني من البيت لا الرابع. صح، مظبوط، تمام. انت عارفه لو بتطلعوا الايجاز دايما يا شباب بتطلعوا اركان الجمله الاساسيه هتلاقيه سهل لك الدنيا. تشكر. انا هنا ما عنديش فعل مبني مجهول، فخلاص اعمل ايه؟ طلع اركان الجمله الاساسيه. هو قال سعيا لم تستطيع الباسكت بأرضه. لا، سعيا هنا تعرف ايه؟ لو تستطيع الباسكت بأرضه. حال لا مش حال، بس ايا كان حتى ولنفرض انها حال. طب ما هو الحال بيتكلم عن لازم يكون في جملة فعلية، بس هي مش حال. لا هي مش حال، مش هتنفع، مش حال. يعني انا بحاول اوصلها لك حتى لو انا فاهمها غلط. لا مش هتنفع، لازم نعربها صح. هو هنا لو تستطيع، انت عارفة ليه مش حال؟ الحال بيعمل ايه؟ الحال نكرة منونة أو منصوبة تصف الفاعل وقت حدوث الفعل، أو تصف المفعول به وقت حدوث الفعل. يعني أنا أقدر أقول جاء سعيا مثلا، أو بوصف حاجة. هل سعيا دي وصفت حالة أي شيء؟ لا، لا. ممكن أقول توصف باسقات اللي هو النخيل، بس هل وقت الاستطاعة؟ لا، ما فيش كده صح؟ أي هي مش حال. امال تعرف ايه؟ انا لو عرفتها صح هعرف ايه اللي محدش. طيب تعرفي انها تعرف مفعول مطلق؟ يبقى بحس في الفعل الفعل والفاعل. اساسا. لو تستطيع ان تسعى سعيا، فهنا اجاز بحذف الفعل والفاعل، فاحنا هنا نكتب الفعل. تمام. طيب بعد كده عبد الرحمن. البيت الاول اطناب بالاعتراض غرضه، عش في حمى الرحمن جل جلاله، ترعاك عين لا تنام وتغفر. تحفر يعني تحرس حراسة، حفر الحراسة.
لا، وفي حاجة ثانية، هنا الإيجاز فيه إيجاز تاني على فكرة. إيه هو؟ أول حاجة أنا مش هقدر أقول في اللي فوق، معلش، مش هقدر أقول الفعل والفاعل لأن هما جايين لي في الاتنين الاختيارات، هي مش ده الصح. عارفة إيه؟ معايا مين كانت بتحل؟ كان سؤال خديجة صح؟ تشكر. فين المفعول بيه؟ بشكر إيه؟ بشكر مين؟ يعني اللي بيتكلم يعني يا مس بتشكر اللي بيقول. لا بتشكر الملك، ما هو بيتكلم، لو النخل يقدر يشكرك فالمفعول به هنا محذوف، وشكر من افعال المتعدية. تمام، تمام. يلا بعد كده، معلش، يلا مين كان بيحل؟ عبد الرحمن. يلا نرجع عبد الرحمن. في طناب في البيت الاول سهل قوي، سهل جدا، كنا كل مره بنشرح ابن الاطناب. جل جلاله الله ينور عليك، اطناب بالاعتراض عظيم. للطعام. الله ينور عليك، حلو حلو تمام. بعد كده عايزه محمود، يلا محمود. نوع البديع في الشطر الاول من البيت الثاني، يلا محمود. الشطر الاول من البيت الثاني، ايه ده؟ ثاني كده، متاكدين؟ نوع البديع في الشطر الاول من البيت الثاني. تمام، بتساوي ايه؟ بتساوي وضح كلامك. بتساوي السؤال: نوع البديع في الشطر الاول من البيت الثاني. يا بقى امس باء اللي هي توريه. طب فين التوريه؟ انا مش اوكي، فين التوريه؟ ايه؟ هاتو ده الصوت بيكتم ويفتح على فكرة، مايك بيقفل ويفتح، فأنا مش ببقى سامعة الكلام كله. فين هنا التورية يا بس محمود؟ هاتو لا، هو بيقول لي الشطر الأول من البيت الثاني، يعني الجزء ده الشطر، يعني نص هاتو البيت، الشطر الأول من البيت الثاني. اتفق ده قاعدوها تمام. فين؟ ايه المعنى البعيد وايه المعنى القريب؟ هو معنى الطيب اللي هو الروح اللي هو الايه، معلش ما سمعتش. روح يعني الروح او القلب؟ لا، هي القلب. تمام، والمعنى البعيد المقصود ده مش عارف يوم الملك فؤاد. ما انت طلعته على اساس ايه؟ الملك فؤاد معنى قريب اللي هو ايه؟ تمام. فؤاد اللي هو القلب والحياة، والمعنى البعيد اللي هو الملك فؤاد. طيب بعد محمود، يلا بعد كده خديجة. في قوله: لو تستطيع الباسطات في البيت الرابع إيجاز بحث، لو هو ده تستطيع. صعب شوية، حاولي وانا هساعدك. تمام، لو تستطيع الاسقاط. الباسقات هنا وصف للنخيل بأنه باسق يعني عالي. ممكن موصوف عشان هو يقصد النخل يعني. الله ينور عليك، ممتازة. هو هنا ساب النعت وشال المنعوت اللي هو الموصوف، هو يقصد لو تستطيع النخيل الباسقات فالنعت محذوف. شاطرة، برافو عليك يا خديجة. يلا، استنتج نوع الإيجاز وبين أثره في الشطر الثاني من البيت الثالث. استنتج نوع الإيجاز في وبين أثره في الشطر الثاني من البيت الثالث. تعالي نرجع له سوا.
البيت الثالث الجزلان يصح في الثناء ويجهر. هو احنا قلنا جزلان يعني ايه؟ فرح، فرح؟ اه فرحان. لا انا مش حاسه فيها ايجاز اصلا. هتلاقي طب يصدح يعني يغني صح؟ اه طيب ويجهر يعلن الشيء صح؟ أو طيب هو قال لي هيصدح بإيه صح كده؟ بالسماء. أي تمام، هل قال لك هيجهر بإيه؟ لا لا، يبقى إجاز بحث في إيه بقى؟ مفعول به. لا، الجر ومجرور، ما هنا مفيش مفعول به، جر ومجرور. طيب تمام؟ الحصة بتاعتنا خلصت، حد عنده أي سؤال يا شباب؟ شكرا يا بس. لا يا مع شيخ، السلامة، شدوا حيلكم، وأنا هعدي عليكم بعد ربع ساعة كده أو حاجة، تكونوا قريتوا الأسئلة كويس. بس هو تمام؟ اللي بعد فين؟